رحمته يغفر الذلات ويتوب عن السيئات. الحمد لله يعلم ما مضى وما هو آخر. نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع تمام علمي بأنكم جميعا تعرفون أكثر مما أقول أحبابي في الله، ولكن عملا بقول المولى سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن في هذه الأيام المباركة نحتفل بعيد الأضحى المبارك وبمناسك طيبة باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما أبدأ كلامي بأن الله سبحانه وتعالى قد جعل الكعبة المشرفة أول بيت وضع في الأرض لعبادته تبارك وتعالى، وأن هذا البيت قد دل على بنائه ملكان عظيمان جبرائيل وميكائيل، وبناه نبيان كريمان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. يقول المولى